قبل ما نمشيو نتكلموا على انا صرت مني التوقع، وكذلك لما كان معنا الاخ اسامه قلت لك واحد لواحد كاين المقابله غتكون صعيبه وصعيبه بزاف، ولكن لم اتوقع ان اللي كان عندي التخوف منه هو غاريدو. وفعلا كنت قلت لك ودي الى الوداد عطاها الثقه لغاريدو غدير نتيجه مزيانه، ولكن الا غاريدو بقى كيتفلسف راه غتكون النتيجه كارثيه، وذلك ما حصل فعلا. اليوم انا ما عرفتش المنطقه حدد كيفاش كتدخل وسميل اي منطقه، ولو اليوم رجعوا لي في فتره خاصه اعطيني الاضافه اللي قدم احداث لما كيدخل مع الوداد كيجري كياخذ انذار كيخرج اللاعب حيمود، ما لاحظتوش مصطفى الوقت كيدخل حيمود لوسط الميدان ديال الوداد عاد استرجع التوازن، عاد ولات الوداد كدور شويه ديال الكره. كيف يعقل ان هذا الولد كيدخل كيقدم مستويات كبيره دائما، ولكن غاريدو كيحتقرو، غاريدو يعني كيهمشو لا هو لا اسماعيل المترجم، وكيامن الحسوني اللي مستواه تراجع بواحد الشكل مخيف ومخيف جدا، هو ولا كيخرج اللعابه اللي متميزين وكيدخل اللعابه اللي مساليين. واحد الوقت ولا لاعب الخميس وحميد حداد بغا يرد حميد حداد الكره، واش هاد الكره هادي؟ واش هذا نهج تكتيكي؟ راه الوداد مصطفى عنده تركيبه بشريه قويه اللي تدير بها نتائج افضل، ولكن الخوف كل الخوف من غاريدو ومن الفلسفه ديالو. غنقول لعبد الاله صابر من هنا الماتش الجاي عادي انت التشكيله راه غيغرق الوداد، غيغرق الوداد. وعلاش كنقول لك مصطفى؟ لان السيد كيعيش دوك النزوات ديالو وكيمشي في واحد الاختيارات اللي هي غريبه. اما منذ البدايه مصطفى كتبين التشكيل ديال الوداد، ما عندك السامبو كتلعب زهير المترجي كمهاجم وسيكون افضل، كان عليه من عين وسط الميدان ادير جبران غدير انا ما كنتش اكثر من رائعه. برج المراقبه لعيب راه كتبقى واحد الصفر مزيانه، لان راه بالنسبه لي مصطفى واقيلا كانوا يقدروا يخرجوا من هازمين بجوج او لا بثلاثه، لان سيمبا كان خطير وخطير جدا في كثير من المحاولات. واستحسنا الحمد لله بعد الهزيمه بواحد الصفر، لان شفنا المباراه والمجمل ديالها الفرق ديال سيمبا كان فارق اللي هو خطير. كيفاش انت فريق الفريق فائز بعصبه ابطال افريقيا ومن اول المباراه حتى لاخر المباراه لعبتي بهذاك الشكل اللي كان باغي يلعب باغيك فرق سيمبا، كيفاش انت ما حاولتش تندافع من الاول؟ وكنعرفوا بان الضغط على الفرق ديال سيمبا احسن من الدفاع عليك يخلق عندهم مشكل في خط الدفاع، اذا انت خليتهم يستحوا يلعبوا على الراحه باش بغاو هما. اضافه الى ذلك راه كاين بعض اللعيب بعض حميد احداث تكلمت عليه راه ما عرفتش اخي، انا ما عرفتش هذاك السيد كيفاش كيلعب كوره احسن. مع احترام ماشي الشخص ديالو، الشخص ديالو الدري درويش والله ما دار والله الله يحفظه لولاده ووالديه، ولكن الكره كرويا اخي فما اسمح لي. تا ابو سفيان حساوي كان اليوم تا هو كان هنا نتكلموا على اللاعب ونجم، صحيح بعض المرات خصنا نغلبوا الامور الشخصيه نغلبوا الامور ديال الفريق على حساب حسن ديالو ما عرفش ساوي الوداد لا قدر الله كان يخسر اليوم اخي حسناوي اكثر من جوج ولا ثلاثه، ولا خسرتي بكثر من جوج ثلاثه صعيب اخي. وهاد واحد الصفر حتى هي راه فيها مشكل، حتى هي راه ماشي بحال جوج لواحد، ماشي بحال واحد لواحد، فعندها انا كنظن ان زولا برافو حارس مطيع برافو، الشيء الاخر سي حسن كيجر في رجليه مع جميع الاحترامات ديالي للاعبين سي جبران ويقول عمره ما لعب كره حتى هو. سي حسوني راه ماشي البطوله الوطنيه اخي حسوني، هادي راه عصبه ابطال افريقيا راه فيها واحد النيفو عالي. سي الداودي كذلك عطي الله كان ناقص، ابن عياده واحد الشكل اللي حتى هو نقدر نقولوا مقبول
اما انا متفق معك مع انه عندما كانت تغييرات، وحنا كنا كنقولوا هذا الشيء البارح، قلنا ربما كان الدخول ديال حيمو خصو يبدا من اول مباراه، لان الوحيد اللي كينقل الكره بواحد السرعه، لان في ظل وجود الجبران والسده ديال الكره كتعطل كتنعس في وسط الميدان. وسي صابر خصو يفيق المدرب الفرنسي، والفرنسي حسنا صابر ما عنده ما يدير بكل صراحه. انا صابر بالنسبه ليا مع جميع تو ريسبيك جلو دوا صابر حتى هو متفرج، اسمح لي يا اخي باش نكونوا واقعيين، باش نهضروا بواحد الشكل اللي معقول. الحاجه اللي تخبى تخبى، والحاجه اللي ما عندنا ما نخبيو. صابر متفرج حتى هو، ماشي حتى مساعد مدرب. هذاك اللي فراسو فراسو اليوم، والله الا قلقنا الحسناوي اليوم بالله العظيم. كورة اللي راه الوداد ما كتلعبش هكا حسناوي، ما كتلعبش هكا. هذه راه ماشي بطولة وطنية، ماشي بطولة، هذيك كاين واحد المستوى مع واحد الفريق اللي هو حسن معروف كيفاش كيلعب، راه ماشي شي فريق يلا غادي تكتشفوا، فريق اللي هو معروف. والناس اللي كيقولوا لنا فريق سيمبا فريق ضعيف، راه ماشي ضعيف الاخوان، فين هو الضعف؟ ماشي ضعيف الاخوان، فرق عنده دفاع ضعيف، ولكن الوداد ما تعامل الجلوين المدرب انا ما تلاقاش في اللعبه. المدرب لم يتعامل بشكل جيد مع هذا الفريق. اما كنت كدير لي واحد البريسينغ ودير لي واحد البلوك كيبا وتضغط عليه على الدفاع، اقسم بالله الوداد تيسجل حسناوي خلق لهم مشاكل، لانه وقعت واحد الدقائق في الشوط الاول شفناها تكررت واحد المره ولا جوج مرات مع السي ابو سفيان. اما باش انت تلعب بهذيك الطريقه سيمبا، داك الشيء باش لعب مرتاح هذيك الساعه. سيمبا نشوفه في مباراه راه ما تعذبش في مباراه، الجول الحارس ديالو كذلك كانت نقطه الضعف ديالو، ما شفنا الحارس ديالو حتى الخراجات ديالو اللي هي غير محسوبه. انت ما استغلتي لا قذفات من بعيد، لا ما استغلتي لا بريسينغ على الدفاع. اما حامد احداث بعد الدخول ديالو من الاول كان خاطئ. علاش هذاك اللافي؟ اللافي ستامبون دريبل ولا حسن اللافي كان ينفعك. حنا قلنا ابعاد وناجم حسن وتكلمنا عليه، حنا قلنا لنديباط وما لنديباط عندي، ولكن وناجم حسن وكان في هذه المقابله وعنده تجربه وكيلعب راه ينفعك. اسمح لي يا حسناوي، اليوم الوداد باش نكونوا واقعيين ونهضروا مع شوف اخوان الوداد كيعرفونا وكنهضروا بواحد الحياديه، الوداد اخي حسناوي كان محظوظ اليوم بكل صراحه، فهو كان محظوظ حساب، كان ينهزم بثلاثه ولا اربعه. انا اللي كنت كنعطيه بعد الانتصار البارح كنت نقول له يربح باربعه لواحد. انا ملي شفت والله العظيم شفت هذه المباراه الا صدمني المدرب، اقسم بالله الا صدمني الحسناوي. راه ماشي بهكا الوداد تضيع عصبه ابطال افريقيا، باش نكونوا متفاهمين الحسناوي، ماشي بهذا الشكل. هو السي مصطفى الوداد لما كنتكلموا على بالنسبه لشي بعض اللاعبين، انا بالنسبه لي بالي الدودي اليوم كان رائع على مستوى افتكاك الكره، كان كيحيد الكره لا هو لا جبران. ولكن المشكله مصطفى شكون اللي غيصنع اللعب؟ شكون اللي غيلعب داك العشره؟ علاش كنا كنقولوا راه التواجد ديال حيمود راه كان ضروري اليوم؟ هضرتي على بنعياده، بنعياده دفاعيا كان واقف مزيان، ولكن على المستوى الهجومي مصطفى راه باطي، راه ما كانش كيطلع مزيان، كان هو دفاعيا التغطيه ديالو هائله ورائعه كيسد، ولكن هجوميا ما كيهمش. كان على المدرب مثلا العملود لما كتوصل مصطفى دقيقه 60 او لا هذا الدفاع من العملود بدني غيكون عاود وجد غيعطي الاضافه. اليوم ارضيه الملعب ما كتساعدش مصطفى باش تلعب فيه كره في الارض، الخيار اللي كيبقى عندك هنا هو انك تلعب كوري طوال، كوري طوال ما شفتش اللي كتلعبوا اليوم. علاش صحتنا ولكن علاش السيمبا كان كيلعبوها في الارض كره؟ شفت راه السيمبا تلت ساعه الاولى ما قاش فيها كاع الكره، كتعا كتفرج تلت ساعه الاولى ما شدتش كاع الكره السيمبا، كانوا عا كيتفرجوا والوداد كيجيو الكور كيبقاو يراقبوا. حتى سيمبا مستغرب لما ارضيه الملعب راه كانوا مجموعه من الكور اللي هربوا ليهم، ولو كان كانت الارضيه مزيانه اعتقد كانوا غيبيعوهم بديك الطريقه. انت هما كانوا كيزلقوا، ما كانش الكره كتمشي مزيان في الارض. انا كيبقى عندك حل مصطفى تلعب شنو كوري طوال، هو العرضيه تكون في المستوى. ونفتحوا واحد النقطه كذلك اللي انا اللي ندير مع اللاعبين، بورا ما كتعرفش شنو غيدير بالكره اليوم، كيشد الكره كيبغي يلعب بوحدو، هذا لا يعقل. خصك تلعب مصطفى المجموعه، خصك تلعب بالتمريره الواحده. بوسفيان نفس الشيء اليوم غريب، على غير العاده كيشد الكره كيبغي يدير ما كتعرفش شنو بغي يدير. بالاضافه لعندي احداد توجد الكرات في القريه يتعامل معاهم بديك الطريقه، شو كيدير؟ وغنولي نهضر عليه. اذا حنا راه دائما ما كنناقشوا في المقابله ديال الوداد قلنا العاده